وصلني معك. وين؟ قدام شوي. أنت وش جابس خلخلة هنا يا خالة؟ ما تسمع صوت الذيابة؟ ما عاد بعد ذيابة. الظهر انهم راحوا خلاص. وقف قدام هناك وقف. ابشر اوقف هنا خلاص. طيب هنا هلي فينا. وقف خلاص وقف. طيب الحين اوقف. شكرا، انقذت حياتي. العفو، ما سوينا شيء. خلاص امشي. دقيقه، لازم اكافئك. ما يحتاج انا بستر. خذ ازرع هذه، راح تنبت لك احلى نبوت سيف ما قد ذقته بحياتك. فاضي انا. وش قلت؟ لا انا اصلا اموت لنبوت سيف، احب حتى ابوي كل يوم ياكل 10-15 تمره. خلاص اخذها من البيت. شكرا، ما قصرت والله يا خالد. تبيها تنبت ذهب؟